عقد اجتماع مجلس الوزراء، تصدر الكلام السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي متحدثا أولا عن زيارته إلى النجف، وكانت هناك مناقشة لجملة الموضوعات التي طرحت في محافظة النجف، وهو يتابع مع السادة الوزراء تنفيذها، خاصة فيما يتعلق باستحداث بلدية المدينة القديمة. أيضا كان هناك كلام عن الموقف الوبائي، وقلنا في الأسبوع الماضي أن هناك تزايدا في الإصابات، وأملنا أن يكون هناك التزام لدى المواطنين والمؤسسات في مسائل التباعد الاجتماعي، وأيضا في طرق الوقاية الأخرى المقررة في اللجنة العليا للصحة والسلامة. فيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة كان هناك نقاش طويل فيما يتعلق باستئناف العمل على ملعب ذي قار الأولمبي، واليوم وافق مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة على استئناف العمل على هذا الملعب الأولمبي في محافظة ذي قار.